احمد بن حنبل 241، يبقى كلهم كانوا ايه من السلف. فاذا كان اتباع السلف واجبا كيف يكون كما يقولون جهلهم الله تعالى وزاد في تجهيلهم، كيف يقولون بالخروج على الأئمة الأربعة وهم من السلف؟ يبقى كده اتباع السلف واجب ولا الخروج عليهم واجب؟ هم جمعوا عندما قالوا بالخروج على الأئمة وقالوا هم رجال ونحن رجال، يبقى هذا خروج على مين؟ على السلف. كيف بعد ذلك يقولون اتباع السلف واجب والقرآن والسنة بفهم السلف، مع أن أبا حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل من السلف؟ لا ندري من هؤلاء السلف الذين هؤلاء يدعون أنهم أتباع لهم. لا شك أنهم كانوا في الجاهلية قبل الإسلام. الأئمة الأربعة، شوف كده اتباع السلف واجب بناء على مذهبهم الضيق، والأئمة الأربعة من السلف، إذن السلف اتباعهم واجب والأئمة الأربعة من، احذف المكرر يبقى اتباع الأئمة الأربعة واجب لأنهم من السلف، ولهذا إيه رفضوا المنطق لأنه حجة عليهم. يبقى السلف ها الخمسمائة سنة الأولى، وده أفضل بدل ما نقول إيه. وسيدنا الشيخ الصاوي كان على بصيرة من أمري فقال ومنهم الأئمة الأربعة، لأنه يعرف طعنهم في الأئمة وتنفير الناس من اتباع المذاهب الفقهية. ولما تقول له واحد مذهبك إيه يروح يقول لك إيه بكل وقاحة أنا مسلم أو أنا محمدي، يعني معنى كده الأئمة الأربعة لم يكونوا متبعين للإسلام، وهذا تعريض، اسمه ده تعريض أو سخرية أو تنابز بالألقاب. قوله والاستواء على الاستيلاء أي لأنه أحد معنيين. يبقى إذن الوقوف عند النصوص الشرعية قد يشتبه على أحدنا فيقول أنا بتبع النص وبتمسك بالدين، كيف يكون هذا أصلا من أصول الكفر؟ ليس اتباع النص يكون أصلا من أصول الكفر، وإنما الأصل الذي هو من أصول الكفر اتباع ظواهر النصوص من غير تفرقة بين ما يجب وما يجوز وما يستحيل، هذا هو الأصل. يبقى اتباع ظواهر النصوص مقيد بأن يكون ذلك من غير أن نفرق بين ما هو واجب وبين ما هو إيه. مرة كان معنا واحد في الحج كل حاجة عنده فرض، ما فيش حاجة اسمها مثلا مندوبات ولا مستحب، وحجته خذوا عني مناسككم وخذوا ده فعل أمر، فكل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مناسك الحج فهو واجب، والدليل خذوا وهذا أمر والأمر يفيد الوجوب، ما لم تكن هناك قرينة تصرفه عن الند ولا قرينة هنا، إذن فكل شيء واجب. قلت له يا أخي خذوا عني مناسككم، يعني نأخذ ما كان واجبا منها على سبيل الوجوب، وما كان مندوبا على سبيل الندب، وما كان جائزا على سبيل الجواز. ولهذا تجد في الآية تركيب عجيب، قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، مش كده؟ وما آتاكم، وبعدين قال وما إيه؟ الذي يقابل النهي هو الأمر، فلم يقل وما أمركم به الرسول فافعلوه، وما نهاكم فانتهوا، قال وما آتاكم،
لماذا عدل مع انه اللي ياتي في مقابله وما نهاكم يبقى ايه اللي يجي في مقابلها الامر امر نهي، لكنه ترك كلمه الامر ليشمل كلمه ما اتاكم الامر والاستحباب كل ده اتانا، يعني كلمه ما اتاكم يدخل فيها ما اتاكم به امرا او ندبا أو استحبابا أو إلى آخره، يدخل فيها إيه التوسعة كلها، يعني جعل في ما آتانا، قال إيه وما آتاكم رسوله، لم يقل إيه ففعلوه، قال فخذوه، يعني خذوا كل شيء على إيه على حسب الدرجة التي هو جاء بها واجبا أو ندبا أو جائزا. أما في النهي لا يحتمل إلا حاجة واحدة، إذا قال فانتهوا ولم يقل وما نهاكم عنه فخذوه، ما ينفعش. النهي يعني معناها لا تفعل حتى ولو كان مكروها، بس اسمه إيه ترك. يبقى إذن الأمر لا يأتي على إيه على الوجوب فقط، بل يأتي الأمر ندبا أو استحبابا أو سنة أو غير ذلك. أما النهي ليس فيه سعة، ولذلك قال في حديث يوضح هذا: ما أمرتكم به فأتوا منه فأتوا، بمعنى ما استطاع، وما نهيتكم عنه فانتهوا عنه كله، خلاص سبوه كل ده. إنما في الأمر تفعل بقدر الاستطاعة، يعني الذي لا تستطيعه لا تفعل من الأمر. أما في النهي ما فيش حاجة ما أستطيعش، لا النهي ما فيش إيه ليس فيه مندوحة تنتهي كذا مرة واحدة، ما فيش درجات. قوله والاستواء على الاستيلاء، أي بأنه هي معنى والاستواء على واشتبه الأمر على أقوام وقوفا، يعني لما وقفوا مع الأمور العادية وتمسكوا بظواهر النصوص الشرعية، شوف سبحان الله لم يقل وتمسكا بالنصوص، لا بظواهر النصوص، فقال قوم بالجهة وآخرون بالجسمية، مش كده؟ إلى أن قال لما أجاب الأئمة عن ظواهر النصوص الموهمة للتشبيه، فمثلا في طريقة السلف، وطريقة السلف أسلم يعني فيها السلامة، وطريقة الخلف أحكم لأنه فيها العلم، والتأويل يحتاج إلى علم وإلى بيان وإلى أدلة وإلى لغة وإلى منطق وإلى تاريخ وإلى علوم كثيرة، إنما التوفيض عاوز إيمان فقط مش عاوز علم، فكانت طريقة السلف أسلم. هو المذهب واحد يا مشايخ، ما فيش حاجة اسمه مذهب الاعتقاد، فيش لا يوجد ما يسمى مذهب السلف ومذهب الخلف، وإنما هو مذهب واحد هو التنزيه، ولكن له طريقتان، طريقة وسميت الطريقة أو يقال على المذهب طريقة وعلى الطريقة مذهب، تجاوز في العبارات. فعندما نقول مذهب السلف يعني طريقة السلف، لأن المذهب واحد بدليل أن الشيخ اللقاني جمعه في بيت واحد، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، يبقى المذهب هو إيه؟ رم تنزيها، هو إيه؟ هو التنزيه، ولكن التنزيه إما أن يكون تفويضا وهذا هو الأسلم، أو تأويلا وهذا هو الأعلم أو هو الأحكم. نعم، لما يكون في شبهة شيخ الضبع عبد الرحمن أحمد، لما يكون في شبهة، ما في شبهة يبقى نسلك الايه طريق السلامة. وذلك مرة عبارات أعجبتني قرأتها، أن التشبيه ده والتجسيم مرض، مرض والله، ومرض ايه خطير جدا، زي السرطان يموت به المجسم والمشبه، لا يشفى منه الا اذا ايه اكتشف مبكرا،
لم يصل إلى ليه الدرجات الخطيرة. إذا كان في الدرجة الأولى أو في المرحلة الأولى ممكن يعالج منه، إنما إذا تمكن منه زي الكانسر ده مش كده، السرطان، يفتك بصاحبه وبدمائه وعقله وجسمه، فلا تستطيع أن تنزعه من التشبيه أو التجسيم إلا إذا أشعلت فيه النار، يتدخل جهنم لولا ما ينزه. فقالوا التشبيه أو التجسيم داء يعني مرض، والتأويل دواء يعني علاج للمرض ده، ولكن لا ينبغي أن يتعاطى الدواء من ليس به مرض. فإذا ربنا عافاك وقلبك سليم من الزيغ وما عندكش شبهة تدفعك إلى التجسيم أو التشبيه فلا داعي للتأويل، خليك مع التفويض لأن الله عافاك وسلمك. يبقى التشبيه والتجسيم داء والتأويل دواء، ولكن ليس من الحكمة أن يتعاطى الدواء من ليس مريضا. ما دامت ما فيش مرض وقلبك منور وعلى يعني يقين وأنه ليس كمثلي شيء وأنه لا يشبهه وأنه تنزيه، يبقى ليس من الحكمة أن تتعاطى دواء وأنت ما عندكش مشكلة. ولهذا قالوا لو واحد مثلا عنده المرض، ربنا ابتلاه عافاكم الله، وكم ابتلي أناس ومن الأزهر الشريف وغيره بهذا الداء، أصوى مرض يفتك بأي حد ولو بأكبر رأس في الأزهر ما فيش مشكلة إذا اخترقها. فقالوا لو في ابتلاء وفي هذا المرض اللي هو التشبيه والتجسيم، يبقى التأويل خير من التشبيه، أحسن أول ولا أحسن أجسم وشبه؟ تأويل. اللهم قال في الشرح: وخلفهم بتعيين محامل صحيحة إبطالا لمذهب الضالين وإرشادا للقاصرين، فحملوا اليد على القدرة والوجه على الذات. يعني السلف عملوا يا مشايخ، خد بالك من حقيقة مذهب السلف، حقيقته التفويض. وما المراد بالتفويض؟ أن نفوض. عارف كلمة فوضت؟ أنا فوضتك في المسألة، يعني تركت لك الأمر وسلمته لك. عن عن قناعة كاملة بأن ما تراه أو ما تفعله بعد تفويضي لك فإنما هذا أنا على يقين بصحته وبالتسليم والقول به ولو لم أكن أعرفه، وإلا لو كان عندي مثقال ذرة من الشك أو الريبة ما فوضتك. وأنت أيها العاقل تفوض من؟ أنت تفوض ربك. أنا يا رب فوضتك في أني آمنت بهذه النصوص التي اشتبه علي الأمر فيها، فأنا فوضتك بالإيمان بها على المعنى الذي أردت، فهذا أسلم، بل هو كمال إيمان وكمال تسليم. والمراد بالتفويض في طريقة السلف أو في مذهب السلف أننا نؤمن بهذه النصوص كما وردت، أي بهذه الألفاظ على المعنى الذي أراده. هذا هو التفويض، النكلة علم المراد منها إلى الله، لا كما يقول السلفية المعاصرة المجسمة المشبهة أننا نؤمن بالمعنى الظاهر الذي هو مدلول اللغة ثم نفوض الكيف. هذه جريمة في حق السلف
الصالح رضي الله تعالى عنهم وهم مبرؤون، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. أما أهل الخبث أو الخبيثون، لأن هناك من يتعمد ذلك، أما من هو بحسن نية فلا يقال إنه خبيث. فأهل الخبث يقصدون التشبيه والتجسيم. إذن فمعنى مذهب السلف الحقيقي هو أن نمرها كما جاءت دون تعرض للمعنى، ولو تعرضت للمعنى فلست مفوضا، يبقى التفويض في المعنى. وهم يقولون الإيمان بظاهر المعنى عن النزول واليد وهكذا على المعنى الظاهر، والتفويض إنما هو في الكيف. أما أهل السنة أو البراء من هذا العبث فإنهم يفوضون في المعنى، أما الكيف فهم ينفونه أصلا لأنه من خصائص الأجسام، فلا كيف أصلا حتى نقول بتفويضه. ولهذا ورد عن سيدنا الإمام أحمد: آمنت ولا معنى. هم يقولون نفي المعنى يجعل النص مهملا أو مفرغا، كأنك جعلت القوالب أو الألفاظ العربية خالية أو فارغة من معانيها. فيقولون هذا كون لا يوجد في اللفظ معنى، هذا اسمه اللفظ المهمل، كديز مقلوب زيد. والقرآن الكريم نزل باللغة العربية، وللنزول واليد والوجه وغير ذلك معاني. كيف والقرآن أمرنا بالتدبر؟ شوف الشيطان ماذا يجرم. هل التدبر أيها السفهاء في الذات والصفات ولا في الخلق والآلاء؟ إن في خلق السماوات والأرض ويتفكرون، يعني في المخلوقات، ولا تفكر في الذات أو في الصفات، فهذا منهي عنه قطعا لأنه يؤدي إلى الشرك. يخلطون الأمور. فهم يقولون لو أننا قلنا بالتفويض في المعنى، يعني هذا تفريغ لللفظ عن معناه، وهذا تعطيل يعني نفي. والغريب أنهم يسمون التفويض أو يصفون المفوضة بأنهم معطلة، ويفعلون ذلك في تفويض الكيف، فهم معطلة، والتعطيل عندهم معناه النفي. إذن فهم ينفون الكيف من حيث أرادوا إثباته، ولكن الذي ينفونه ليس هو حقيقة الكيف، وإنما هو العلم به. فعندهم إثبات الكيف، والمنفي هو إيه؟ العلم به، لا نفس الكيف أو الكيفية. فهم لا يفهمون حقيقة مذهبهم، ثم يتهموننا بالتعطيل لأننا فرغنا اللفظ عن المعنى. ونقول لهم لا، نحن لم نقل بتعطيل يعني بنفي المعنى، وإنما بإثبات المعنى الذي أراده الله دون أن نعلمه. فهل هذا نفي ولا إثبات؟ لأنه لو لم يكن هناك تأويل، ما معنى قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله؟ فقصر أو استأثر وحده بالتأويل، يعني بعلم معاني النصوص على حقيقتها. إلا إذا أخذنا بطريقة الخلف وقلنا بأن الواو ليست استئنافية وإنما هي للعطف، سواء قلنا بهذه الطريقة أو بالطريقة الأخرى. المهم، هل هناك تأويل سواء
لا يعلمه إلا الله أو يعلمه غيره، هل الآية تثبت التأويل أو لا؟ فإن قالوا إن الآية فيها إثبات التأويل وهذا هو الحق، إذن فلو كان المعنى المراد هو الذي نفهمه أو هو المتبادر من اللغة، فما الذي استأثر الله بعلمه أو ما الذي يعلمه الراسخون؟ إذا كان احنا عرفنا المعنى يبقى إيه معنى استئثار الله بعلم يبقى إذن التأويل معناه إيه؟ أن ظواهر هذه النصوص غير مراد. فإذا بحثنا عن تعيين معنى يكون هو المراد فهذا هو التأويل، وإما إذا توقفنا فهذا هو التفويض. إذن فالتأويل والتفويض كلاهما تأويل، إلا أن التفويض تأويل إجمالي والتفصيل طريقة مفصلة. وعلى كل فالظاهر غير مراد، وهذا هو القدر المطلوب، أن تعتقد أن ظواهر هذه النصوص غير مراد، إما بعد ذلك أن تكتفي وتتوقف وتقول أفوض الأمر إلى الله، أو أن تبحث عن معنى يحمل عليه اللفظ يدل على التنزيه، وهذا هو التأويل. وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. يلا. وخلفوهم بتعيين محامل صحيحة إبطالا لمذهب الضالين وإرشادا للقاصرين. يبقى الشيخ إذا قال إبطالا لمذهب الضالين والضالات. وإرشادا للقاصرين. يبقى قوله والاستواء في الحاشية يا شيخ محمد. قوله والاستواء على الاستيلاء. يعني طريقة الخلف فسروا أن المراد بالاستواء على العرش الاستيلاء، يعني التمكن والقهر والغلبة. وفي أي لأنه أحد معنيين، يعني إما أن يحمل الاستواء على المعنى الظاهر في معنى آخر، فلماذا لا يحمل على الاستواء بمعنى الاستقرار، استوت على الجود استقرت، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. في معنى يؤخذ من قول الشاعر، والاحتجاج هنا من حيث اللغة، قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. الغريب أن هؤلاء يقولون كلمة استوى لو فسرت باستولى يعني معناها أن هناك منازعة أو مغالبة بين الله تعالى وبين أحد غيره ليأخذ أو ليغلبه على العرش، لكن الله تعالى غلبه ونزع العرش من الآخر واستولى عليه. فلا استواء من غير منازعة، لا استيلاء من غير منازعة ومن غير مغالبة. ويقولون هذا البيت باطل لا يجوز الاحتجاج به، والغريب أن البيت نفسه يرد على سفههم وجهلهم، لأنه بيّن أن هذا الاستيلاء من غير منازعة، استوى بشر يعني استولى على العراق من غير سيف ودم مهراق، يعني لم يكن هناك حرب ولا منازعة ولا قتل ولا سفك، يعني معناها الاستواء اللي هو الاستيلاء إما أن يكون بقهر ومغالبة أو يكون من غير يعني هو لو كان الاستواء كما يظن الجهل لا يكون إلا بعد منازعة. يبقى إيه معنى قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق، لو كان لا يكون إلا بعد منازعة، فالاستواء منه ما يكون بمنازعة أو مغالبة، ومنه
فمثلا أنت مستول على المال الذي في خزانتك، أنت مستول عليه يعني الاستيلاء يعني السلطة المتسلط عليه. نعم، هل هناك من ينازعك؟ لا، إلا إذا جعلت الزوجة والأولاد منازعين لك. أنا مثلا في القاعة أو في الفصل الدراسي مستول يعني حاكم القاعة، هل هناك من ينازعني؟ لا. فإذا مش معنى أنه استولى يعني عن غلبة ومن، ليس بالضرورة. فهناك استيلاء من غير منازعة، وفي استيلاء بإيه؟ الاستيلاء من غير منازعة حدث بالفعل مع مين؟ بشر بن مروان استولى على العراق من غير إيه؟ من غير منازعة. وفي معاني كثيرة للاستواء، ليس الاستيلاء فقط، في بس هذا هو المعنى اللي يناسب السياق. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. مش كده؟ يعني هو الذي خلق هذا الكون وسيطر واستولى عليه من غير أن ينازعه غيره. ده بيجي واحد مثلا منهم برضو من الجماعة اللي هم عندهم سفة، يقول ما هو سبحانه وتعالى، حتى الغريب انه ابن حزم وقع في المشكلة دي وقال ما هو مستول على الأرض ومستول على الجبال، لماذا لا نقول الرحمن على الأرض استوى؟ هذا تغفل، لأن العرش أعظم المخلوقات. فإذا قهره واستولى عليه فغيره من باب أولى. ده أنا جبت أكبر حاجة في المخلوقات وقهرتها، الباقي يحترم نفسه. هذا هو المعنى للمراد. فهم مش فاهمين، مش عارف. أنا ابن حزم قاعد يلبخ في الموضوع ده تلبيخات كثيرة. ده بليه؟ كيف أقرأ من هذه المخلوقات؟ نعم؟ كيف أقرأ وهي من المخلوقات؟ إيش؟ العرش، هو العرش مخلوق. أي لله سبحانه وتعالى، كيف أقرأ؟ أعظم المخلوقات وقاهر لعباده جميعا بما فيهم العرش. أنت برضو عندك نزعة سلفي، وإلا ما سألت السؤال. حي غريب. هو بيقول لك جاء بأعظم وأكبر مخلوقاته وقهره واستولى عليه. هو مستول على يعني العرش، ده مش داخل في ملكيته، وإظهارا لعظمته بين أنه مستول عليه. ما المشكلة في هذا؟ هو مستولي عليه ولا مش مستولي؟ أدينا أنا مستولي مثلا عليكم، حد مثلا حاربني ولا نازعني مثلا. يلا. وفي آخر حكم ابن عطاء الله السكندري: يا من استوى برحمانيته على عرش. في آخر الحكم: يا من استوى برحمانيته على عرش، يعني استولى. فصار العرش غيبا في رحمانيته، غاب العرش في واسع رحمانيته، ورحمتي وسعت كل شيء. إذا كان العرش صار غيبا فيها، فما بالك بما دونه من المخلوقات. ولهذا تجي السر أشار إليه الفيروز أبادي صاحب بصائر ذوي التمييز، يقول لك بصيرة كده، وهي بصيرة كده ربنا بيفتح عليه. يقول إنه لم يذكر الاستواء في القرآن الكريم إلا مرتبطا أو مربوطا بوصف الرحمة أو الرحمانية، يعني لم يقل الله، حتى لا نفهم إيه أن هذا علم على الذات.
وإنما استوى بوصف الرحمانية وليس بالاسم اللي هو علم على الذات. الآيات اللي ذكر فيها الاستواء الرحمن على العرش. في آية تانية في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، برضو وصف له الرحمن. فلما تأمل صاحب كتاب البصائر ذوي التمييز وهو صاحب القاموس الفيروز أبادي، تأمل في حديث رواه البخاري عن أبي هريرة أن الله تعالى لما قضى، قضى يعني تم الخلق، كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش. هذا الكتاب فيه إيه؟ إن رحمتي سبقت غضبي. فربط الشيخ الفيروز أبادي بين الحديث وبين الآية، فقال إذن الذي هو فوق العرش يعني أحاط بالعرش وبالتالي بجميع المخلوقات إنما هو صفته تعالى الرحمن. ولهذا فإن الذي، شوف الحديث يقول لك فهو الكتاب عنده فوق العرش، يبقى الكتاب اللي هو فوق العرش وليس الإيه؟ الذات. ولذلك جاء الوصف به بالرحمن، والرحمانية أوسع من الرحيمية، لأن الرحيم خاص بالمؤمنين، أما الرحمن عام يشمل المؤمن وغير المؤمن. ولذلك سيدنا إبراهيم بيقول: يا أبتي إني قد جاءني من العلم، بعدين إني أخاف أن يمسك عذاب، لم يقل ما ينفعش من الرحيم، ما تجيش تناقض، ولم يقل من الله، قال من الرحمن. شوف كده، لأن الرحيم أوسع وأشمل، يعني استوى برحمانيته فصارت العوالم غيبا في عرشه. فهو يشير إلى أن معنى الآية أن العرش وإن كان أكبر المخلوقات وكلها مغيبة فيه، هو صغير مهما كان كبره ومهما كانت عظمته بالنسبة لرحمة الله، ومغيب فيها كما غيبت العوالم فيه. ويؤيده قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. مرة واحد بشرحها راح على طول قبل ما أكمل آية راح قال: فسأكتبها للذين، الله تعالى قيدها. ومرة حصل رؤية منامية أو لقاء مع سيدنا سهل التستري ومع إبليس سيدهم، سيدنا احنا سهل وسيدهم مين؟ إبليس. فراح بيقول له إيه إبليس، بيقول له: يا سهل، ألم تقرأ قول الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء؟ قال له: نعم. بلى. ألم تقرأ؟ بلى. قال له: ألست أنا بشيء؟ وهني جات على إبليس المسكين الذليل، أنا شيء، بينبغي أن تسعوني الإيه؟ ها؟ الرحمة. ورحمتي وسعت كل شيء. شمعنا إبليس يبقى أنت أخرجتني من دائرة الأشياء. فقال له إبليس كان سعتها، فقال له سهل، كان سعتها سهل يمكن متأثر بالجماعة السلفية، فراح قال له: إن الله قيدها يا ملعون، يا ربنا قيد أنها وسعت كل شيء، قيدها ما سباش كده إيه شاملة عامة، ولكن قيدها بما بعدها: فسأكتبها للذين يتقون. فقال إبليس لسهل: القيد أو التقييد وصفك لا وصفه. التقييد أو القيد للعبد، يقيد به العبد، أما الرب لا يقيده شيء.
الشيخ الشعران بيقول فلإبليس على سهل رتبة الأستاذية في الجزئية دي علموا حاجة يعني شرح له حاجة ما كانش عارفها. ولما بحثنا انه فسأكتبها هذا ليس قيدا مش تقييدا وإنما الرحمة على شمولها واتسع كل شيء حتى إبليس نفسه ما فيش لا يخرج مخلوق أو موجود عن الرحمة بدليل أن الله تعالى عطف لم يقل ورحمتي وسعت كل شيء قال في آية أخرى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فأي شيء لا يخرج عن العلم لا يخرج عن الرحمة ما فيش حاجة تخرج عن الرحمة خالص. ولكن إيه النكتة في فسأكتبها وما أكتب أنه الرحمة لما ربنا سبحانه وتعالى إيه اللي خلاني فهمت معنى كلمة الكتابة فسأكتبها لأنه الكتابة لما تجيب القرآن مع بعض كتب عليكم الصيام كتب عليكم بل في آية كتب ربكم على نفسه الرحمة يبقى الكتابة معناها الوجوب الكتابة معناها كتب عليكم الصيام يعني إيه أوجب وجب يبقى الذين يتقون ويؤتون الزكاة إلى آخره جعل الله الرحمة لهم وعدا على سبيل الوجوب مع أنه تعالى لا يجب عليه شيء أما غيرهم فليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الجواز إذن فلا يخرج موجود أو مخلوق عن الرحمة سواء على سبيل الوجوب أو على سبيل الجواز يعني فسأكتبها يعني فسأجعلها لهم وعدا مكتوبا أو حقا مع أن الله لا يجب من باب التفضل يعني فسأكتبها تفضلا ووعدا مع أنه لا يلزمه شيء أما غير هؤلاء فداخلون فيها على سبيل الإيه؟ الجواز وليس على سبيل الوجوب يبقى إذن فسأكتبها ليس معناها أنها قيدت ولكن منها ما هو كتابة يعني على سبيل الوعد الذي لا يخلف ومنها ما هو على سبيل الجواز إذن فلا يخرج عن عن رحمته سبحانه وتعالى شيء وسأل يلا يا مولا وسأل الزمخشري والإمام أبا حامد الغزالي عن هذه الآية فأجابه بقوله إذا استحال أن تعرف نفسك بكيفية أو أينية فكيف يليق بعبوديتك أن تصف الربوبية يعني شوف الزمخشري كان معاصرا للإمام الغزالي الغزالي 505 والزمخشري 538 مش عارف كده يا شيخ محمد حاجة كده يعني المهم في معاصر للإمام الغزالي 505 والزمخشري 538 حاجة زي فكانوا معاصرين لبعض وكان الزمخشري ده معروف بالاعتزال وكان ينكر وجود الجن ما كانش يعترف بهم أو يؤول النصوص يعني زي المعتزلة ما هم المعتزلة مسلكهم كده حتى الصراط يؤولوه بمعنى الاستقامة أو الميزان بمعنى العدل يعني حاجات معنوية مش حسية فكان الزمخشري ماشي على مذهبه وكان بينكر وجود الجن واتصاله بالإنسان أو المس اللي احنا بنقوله عليه والشيخ الغزالي كان رجل من كبار وكان الجن يحضرون مجلسه وكان يتعلموا معاه مع الغزالي فكلف سيدنا الشيخ أبو حامد الغزالي الجن أن يحضر كتابا من عند الزمخشري فأحضروه قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن وكان هذا الكتاب هو كتاب التفسير والكشاف فحضر الزمخشري عند الغزالي فأطلعه قال له إيه رأيك في الكتاب ده هو كتابه وجيء به من بيته وأخذ يتصفح فوجد نفس المعلومات اللي كتبها ونفس الكتاب ونفس الأفكار حتى الشطب قال والله لولا أني كتبته بنفسي وهو عندي في بيتي وقد أغلقت عليه في خزانتي لقلت إنه هو
ده انت كده خلتني اصاب بالجنون، ده انا سايبه في البيت وقافل عليه بنفسي، لولا ذلك لقلت لك انه كتابي. قال هو كتابك. قال فمن احضره عندك؟ قال الذين تنكر وجودهم. فاعترف الزمخشري في الحال بوجود الجن، ده الدليل المادي. فحصلت بينه وبين الغزالي يعني مناقش، فقال له ايه الزمخشري، سأل أبا حامد عن هذه الآية فأجابه اللي هو رحمتي وسعت كل شيء بقوله إذا استحال أن تعرف نفسك بكيفية. هل أنت تعرف كيفية نفسك؟ لا، النفس هنا الروح يعني، أو تعرف أين هي في جسمك؟ لا. فكيف يليق بعبوديتك أن تصف الربوبية بأين أو كيف وهو مقدس يعني منزه؟ وهو رد على السلفية عن الأين والكيف، وهم يقولون بهما، يقولون بالأين عن المكان، وتسألهم أو يسألوننا أين الله، فقبل أن تجيب يقول لك في السماء. وأنا سألت أحدهم فقلت لما سألني أين الله سكت، فقال يا أخي في السماء. قلت خلق سبع سماوات طباقا، في أي سماء منهن؟ قال من باب التنزيه أو العقل أو من باب حتى يعني الفهم أنه في أعلاها يعني في السماء السابعة. قلت هل السماوات السبع وبما فيها السابعة هل مخلوقة أو لا؟ قال بل مخلوقة. فأين كان قبل خلق السماوات؟ فتحير. يبقى القول بأن الله تعالى له مكان يؤدي إلى أحد أمرين، إما إلى قدم المكان أو إلى حدوث الإله، وكلاهما مر أو كلاهما كفر، إما حدوث الإله إما قدم المكان، لا ليس هناك شيء ثالث. يعني إذا كان لابد من مكان يبقى المكان قديم بقدمه، أو أن الله حادث بحدوثه. بالنسبة للحديث